تحذير، يا ريت ما حدش يجرب اي حاجه هيشوفها جوه الفيديو ده، لان احنا بنأمن نفسنا كويس جدا 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 ساعه تصوير اي فيديو. جديد ضرب نار. طبعا مش محتاج اقول لك ان لو انت مش مشترك في القناه انزل دلوقتي حالا دوس سبسكرايب عشان خاطر داخلين على 3 مليون. خلاص قربنا ان احنا نبقى 3 مليون. فكره الفيديو بتاعت النهارده، لا ثانيه واحده نعرف بس الاول مين واقف ورا الكاميرا. بوني ولعب احلى بوني ولعب العالم كله. طبعا ممكن تكون سامعني مين اخوك؟ هو مش هنا بقى، انا بقول حبايبي. قول براحتك، قول حبيبي حبيبي اي حبيبي حبيبي. ايوه يابا هتلاقيني اصلا بعد كده في الشارع. ايوه طبعا احمد مش انا اللي قلت له قول حبيبي حبيبي عادي. ها هو اللي قال من نفسه، ها عشان بس تبقى انت فاهم، ها عشان لو جيت تضرب انا ماليش دعوه. ماشي هو اللي قال، مش هتلاقيني اصلا في الشارع اصلا. فكره الفيديو بتاعت النهارده، المفروض ان انا كنت منزل صوره على الانستجرام بتاعي اللي هو شاور ثلاث وحيد لو حد عايز يعمل لي فولو، وكنت منزل الصوره دي كنت راكب موتوسيكل صغنون كده، وقلت لو الصوره دي جابت 10000 كومنت هشتري اخو الموتوسيكل ده بس الحجم الكبير. المهم ببص لقيت الصوره قربت خلاص على شايفين معانا احمد شاور. هو اللي زي اللي هو احمد شاور بطل السجاير وبقى انسان جديد. ايه دي يا زميل؟ ده اختراع جديد اسمه ايه؟ بيطلع دخان بس مش سجاير. اسمه ايه؟ بس مش عارف. فلاش فلاش فلاشه بتدخن. استنى وجنب منه احمد شاور. مسا 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 على الناس التوب. وانا ورايا هنا اعمل حنين حبيبي حبيبي حبيبي. ايه يا عم؟ يا اسطى الكلمة دي بتاعتي. لا يا عم كده العربية اقسم بالله. يابا انا مكان ده. يعني الكلمة دي بتاعتنا اقسم بالله فوقك من كلام شاور. يا عم شيان. يابا حلك. يابا هي ما ينفعش أي حد غير أحمد شاور يقول حبيبي حبيبي. أرجع للسجاير تاني يا جدعان. أجيب أهو ده أهو. دلوقتي يا جدعان المفروض إن إحنا نطلع على المعرض عشان نعاين الموتوسيكل على أرض الواقع. دلوقتي رايحين المعرض. دلوقتي يا جدعان زي ما انتم شايفين المفروض ان احنا وصلنا المعرض والموتوسيكل زي ما انتم شايفين خلص. طبعا نحب نشكر بالسبيشال سانكس تو الهيتامي صاحب المعرض. طبعا يا جدعان يا جدعان يا عم استنى بس بعد اذنك يا جدعان، الراجل ده ما تسقفلوش. عندكم ما احنا بنعملها بس نزود عليها فاهم. عايزين واحده ما بعرفش. طب اما اتكلم تجيب عليها التصوير. حاضر يا عم بود اخويا وحبيبي شاور. طبعا المكنه طلعت عينينا بس الحمد لله طلعناها زي ما انا قلت لكم في الفيديو الاولاني ان المكنه طالعه بسم الله ما شاء الله جميله. طبعا اخويا الكبير احمد الشيخ يا عم بعد اذنك انا اللي هقدم بقى بعد اذنك بقيت ستيل حموني. لا خلي بالك هو ده احلى فيديو اللي انا بقوله. اه والله حبيبي يا غالي بس بتقول كلام احلى شعار في الدنيا. كندر بتسمي كندر على اساس شوكولاته كندر اللي هي من جواها لبن ومن براها شوكولاته. عشان طب يا جدعان سينا واحد بس، سينا واحد بس. ابو علي ابو علي حسن ابو علي ده الكل في الكل يا جدعان. هو اللي عامل اصلا المكنه. الفيديو هيبقى هو اللي عامله. هو اللي عامل المكنه. طب يلا تعالى نطلع نجرب الموتوسيكل.
النهارده يا جدعان زي ما انتم شايفين المفروض ان انا لبست كل طرق الامان اهي وكل حاجه ليها علاقه بالامان، ودلوقتي المفروض ان احنا نعمل تيست للموتوسيكل. جدعان وانا عمال اسوق لوحدي ليه من الصبح؟ هو لقيتها من فين؟ زي ما انتوا شفتوا المفروض ان احنا طلعنا عملنا تيست للموتوسيكلين مع بعض زي ما انتوا شفتوا، فنحب نشكر الهيتمي شكرا جزيلا كبيرا عشان خاطر نفذ رغبات الشوارجيه في الدنيا كلها. والمايك معاك بقى هيتمي، قول حاجه للشوارجيه. انا اسال بس يعني الناس الكويسه دي ايه رايكم في المكنه بتاعه الشاور؟ اكتبوا في الكومنتات، اكتبوا في المكنه بتاعه الشاور ولا بتاعتك؟ لا بتاعتك انت. طيب كله يكتب في الكومنتات ايه رايه عشان هيتمي هيقرا كل الكومنتات. وعايز اقول لكم برده على المكنه بتاعتك، ايه رايك في المكنه بس رايك؟ دلوقتي بقى يا جدعان المفروض ان احنا كمان واقفين مستنيين واحد، المفروض ان هو هيجي لنا بسكوتر اسمه ادهم لما يجي ده. المفروض ان احنا واقفين مستنيينه بعد حوالي تلت ساعه. وصل 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 ده كمان مكنه جديده. اه ايه رايك يا برنس؟ جامد. الراجل اللي بيصور يا جدعان الساحر ادهم عادل امام، طبعا ابن الفنان عادل امام. المفروض ان هو هيعمل لنا يعني زي ما انتم شايفين دخله ساحر، الدخله بتتكلم عن نفسها. هتتفرجوا بقى دلوقتي على احلى لعب بالسكوتر وشقلبازات وشوفوا احنا كنا بنسوق عادي سواقه هاديه، اتفرجوا بقى على السواقه. يلا انزل يلا المنحرف. دلوقتي يا جدعان المرحلة الثالثة، دلوقتي المفروض ان هو بيعمل بيرن او اسمها ايه؟ فارك بيرن. فارك بيرن دلوقتي. بص بقى يعمل شوية بس كده. نشكر الساحر على المجهود الرائع، الابهار العظيم اللي احنا شفناه دلوقتي ده، ودلوقتي بقى تتفرجوا على ابهار اعظم منه واحنا ماشيين بقى بالموتوسيكلات في نص الشارع بقى وهنقفل الشارع كله. احسن منك قلبي. هنلم كل الموتوسيكلات ونمشي في نص الشارع نقفل الطريق. اول انتم بعدينا مخلصين ومفيش زينا، احنا اللي نفذنا على الساحه هنعملوه دوسه تحتينا هنعملوه.